ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها كده النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اذن حضرتك، بعد اللايك الجميل، عايزك تفعل لي هاشتاج المنشطات في القمة. المنشطات في القمة، اتكلمنا في الفيديو اللي قبل ده عن المنشطات وان مفيش كشف منشطات. عايز اقولك ان وصلني معلومة ان نادي الزمالك من ماتش الاسماعيلي داخلين بقالنا شهر ونص من 13 مايو، داخلين في شهرين، يعني كمان 10 ايام ولا 7 ايام يبقى دخلنا في شهرين. من 13 مايو مباراة الزمالك والاسماعيلي لم يتم اخذ اي عينة لفحص المنشطات من لاعبي نادي الزمالك. يا منجي نجي. عشان كده انا بطالب النادي الاهلي بعد اذن حضراتكم، طلبوا المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، المنظمة الملقبة بالوادة، بعد إذن حضراتكم عايزين كشف منشطات في مباراة القمة، لأن الرياضة المصرية في انهيار. كرة القدم المصرية أصبح النهاردة اللعيبة، وده على لسان ميدو نفسه، قال لك تلات أرباع لعيبة الدوري المصري بياخدوا حاجة اسمها سنوز، ممكن تكون مش منشطات، بس انا عايزك تعمل لي كشف منشطات بالذات في مباراة القمة، عشان كل لاعب يبان، كل لاعب ينكشف ويبان. هل الخيول الجامحة اللي بنشوفها في مباريات في الدوري دي ده طبيعي رباني ولا تاملاوي؟ عايزين نعرف. فاتمنى من النادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي مطالبة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالتواجد في مباراة القمة الأهلي والزمالك. العدد الأخير من مجلة نادي الزمالك اعتراف واضح وصريح في الصفحة رقم 3 إن الزمالك تعاقد مع حارس مرمى غزل المحلة، العقد ما زال مستمر مع ناديه غزل المحلة ولسه في سنتين، تعاقد مع حارس غزل المحلة لمدة 3 سنوات. امتى؟ قبل لقاء الفريقين في مباراة الدوري، المباراة اللي شهدت اهداف كوميدية وتدخلات مضحكة ومميتة من الضحك من حارس المرمى بعد توقيعه لنادي الزمالك. وهنا السؤال للاعلامي كاشف الفساد في الكرة المصرية كابتن ميدو. كابتن ميدو اللي مش عاجبه الفساد في الكرة المصرية، ممكن توفر لنا 5 دقايق 10 دقايق؟ لا، مش على ما نلف سامسون، لا، على ما بس تشوف لنا كده بس هل ينفع قانونا ولائحيا واخلاقيا وسلوكيا ان في نادي وقع مع لاعب ولسه عقده ممتد مع ناديه بدون علم ناديه قبل مباراة مهمة بين الناديين، واللاعب ده تشاء الظروف والأقدار إن اللاعب ده يخش فيه جون يموت من الضحك، وكان أسوأ لاعب في المباراة وجمهوره اتهمه بالتفويت في هذه المباراة. ممكن كابتن ميدو يطلع يحزق ويصرخ ويزعق في مقدمة البرنامج بتاعه ويكشف لنا هل ده فساد ولا بليلة بالمكسرات؟ أكيد هيطلع بليلة بالمكسرات. مشكلتي مع الإعلام الرياضي إنه إعلام غير منصف. قناة أون في أحد البرامج وبعد فوز الزمالك بسداسية، أستاذ محمود المحمودي ولا محمد المحمودي، قال لك كيف تكونت شخصية أوزيريو من تجربته مع مانشستر سيتي وليفربول. مين اللي انت سمعته ده؟ صح، اه، أوزيريو
اللي انت شايفه قدامك ده، ده ما جاش كده بلاش، لا ده تربيه وتجارب. الراجل ده خد تجارب في مانشستر سيتي وليفربول. اه يا بيه، امال ايه؟ ما شفتش حد فيكم اتكلم عن مارسيل كولر؟ ما شفتش حد فيكم اتكلم عن ارقام كولر؟ هو يا جماعه لحد امتى هتفضلوا تطبلوا وتعرضوا بالشكل القميء ده؟ شكلكم بقى مقرف، شكلكم بقى وحش قوي. كميه التناقض والشيزوفرينيا واختلاف وتضارب المعايير لمجرد نادي كسب 6 أقيمة الأفراح والليالي الملاح ولن يتم إطفاء الأنوار. نادي مكتسح في كل البطولات وعمال يكسب كل البطولات اللي بيلعب فيها. تكسبته بجد؟ طب كويس، كويس انك تكسبته. كسبته دورة بجد والله العظيم بجد يا ست المستشار، كسبته دورة بتاع أفريقيا. طب مبروك عليكم يا باشا. تخش بقى في السداسية بتاعت البروفيسير الجديد خوان كارلوس اوزيريو اللي هيقعدوا يحكوا ويضحكوا على امجاده لحد ماتش القمه. خالد الغندور، انا معرفش يعني خالد الغندور، انت لما تروح البيت كده مع نفسك وتتفرج على نفسك، انت بتبقى مصدق نفسك وانت سامع نفسك؟ يا خالد نفسك يعني تهتم بكل كلمه بتقولها، لان كل كلمه انت بتقولها بتتاخد عليك وبيترد عليها وبيتم تجذيبها بالارقام. خالد الغندور قال لك كل سنه، كل سنه بيراميدز في سكه الزمالك، بيراميدز في سكه الزمالك. عايز اقول بيراميدز منذ ظهوره في اسمه الجديد وثوبه الجديد، دي السنه الرابعه لبيراميدز في الكره المصريه. بيراميدز سنه 2020 واجه الاهلي في دور ال 16 وفاز بيراميدز على النادي الاهلي. 2021 بيراميدز كان في طريق النادي الاهلي وفاز النادي الاهلي. سنتين ورا بعض بيراميدز جه مع النادي الاهلي. شفت حد طلع عيط؟ شفت حد من جمهور الاهلي قال لك اشمعنى بيراميدز وليه بيراميدز جاي في سكتنا على طول؟ لا. الزمالك اخر سنتين بيراميدز في سكه الزمالك، السنه اللي فاتت والسنه دي. يعني زي الاهلي بالظبط. خالد الغندور يرى ان القرعه بتحط بيراميدز كل سنه في طريق الزمالك. فين كل سنه؟ اخر سنتين بس. طب والسنتين التانيين كانوا في سكه النادي الاهلي. هل شفت فينا حد بيعيط؟ لا. هل حد فينا طلع يتنطط على الحيط؟ لا. اتمنى من خالد الغندور وانت بتتكلم ابقى حدد عدد السنين عشان ما تبقاش عايمه. لان اللي بيدي كلام في المطلق ده بيحب الكذب. الانسان الصادق هو اللي بيحدد. اطلع قول لي بيراميدز بيجي في سكتنا سنتين ورا بعض، اقول لك اوكي. لكن بيراميدز على طول على طول بيجي في سكتنا، ده كذب وتدليس وتلفيق وتغيير للحقائق. عايز اقول بنسبه تتجاوز 90% كاس مصر هيتلعب ويخلص قبل 15 اغسطس. النادي الاهلي عنده ماتش مع الداخليه، إذا تخطى بإذن الله بنسبة كبيرة نتخطى هذه المباراة. مباراة دور الثمانية للنادي الأهلي بعد الداخلية هيواجه المصري أو الحدود، الفايز من المصري أو الحدود يوم 4 أغسطس. يوم 10 أغسطس غالبا هيكون مباراتي دور قبل النهائي، لأن بنسبة كبيرة الزمالك كده كده هيفيص في البطولة العربية بدري بدري. فهيجيلي متشفي قبل 10 اغسطس، فيتلعب الدور النهائي 10 اغسطس والدور قبل النهائي 10 اغسطس، بيراميدز والزمالك والاهلي وامبي غالبا في الدور قبل النهائي. والمباراه النهائيه تكون يوم 15 اغسطس. النهارده الاتحاد الافريقي اجل مباراه السوبر الافريقي اللي كان من المفترض يلعب الاهلي واتحاد العاصمه لاجل غير مسمى، وبنسبه كبيره المباراه دي هيتم تاجيلها لما بعد امم افريقيا 2023 اللي هتقام في شهر يناير القادم في كوت ديفوار. عايز اقول النادي الاهلي يا جماعه، اداره النادي الاهلي ما بقاش عندنا حجه. يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد النادي الاهلي تدفقات دولاريه كتير جدا. النادي الاهلي وصلوا 2 مليون دولار من الاتحاد الدولي كاس العالم.
النادي الاهلي خلال ايام هيوصلوا 4 مليون دولار دوري الابطال، النادي الاهلي خد 3.25 مليون دولار حمدي فتحي، دخلوا رصيد النادي الاهلي وحساب النادي الاهلي، النادي الاهلي خد 300,000 دولار من بوليفار لما بعنا الاخ سافيو واكد على عقد سافيو. النادي الاهلي يعتبر اعتبرها الاهلي جاب سافيو ده اعاره سنه بنص مليون دولار عشان اسهلها للناس كلها. الاهلي دفع 800 مقدم وكان عليه 700، دفع 800 لبوليفار، بوليفار رجع منهم 300 للنادي الاهلي وخد اللاعب. يبقى الاهلي دفع في السنه اللي جه فيها برونو 500,000 دولار لبوليفار و 800,000 دولار لبرونو سافيو. نادي الاهلي التدفقات الدولاريه مستمره. النهارده نادي بوردو الفرنسي بيعلن تفعيل عقد اليو باجي ب 3 مليون دولار. النادي الاهلي هياخد 20% من نسبه اعاده البيع 600,000 دولار. 600,000 دولار وهو بيعه اصلا ب 2 مليون دولار غير 500,000 دولار قبل كده اعاره. يعني الناس اللي كانت بتطلع تشطح وتكذب وتدلس وتقول الاهلي اتضحك عليه في اليو باجي والاهلي عمل اهدار مال عام في اليو باجي، الاهلي كان جايب اليو باجي ب 2 مليون يورو. باعه واعارات 2.5 مليون دولار وجاي له النهارده 600,000 دولار من نسبة اعادة البيع، يعني بتتكلم في 3.100,000 دولار. يعني شاكب راكب كده ممكن تقول الاهلي كسب في اليو باجي حوالي 700,000 دولار. هيجي لك 600,000 دولار بالإضافة للمبالغ اللي قلنا عليها، يعني الأهلي داخل له حوالي 11 أو 11.5 مليون دولار سيولة دولارية. يعني تقدر من بكرة الصبح خش وافتح صدرك على اللي انت عايزه، ادخل لاعب انت عايز تجيبه تجيبه، ما عادش في عندنا مشكلة الدولار. وحتى مشكلة المكان بتاع اللاعب الأجنبي، انت فضيت لاعب أو مكان للاعب أجنبي. عايز اقول من ضمن الاسماء المطروحة على النادي الاهلي صفقة قوية جدا، بس هل الاهلي هيقدر يخلص؟ لعيب اسمه ايمانويل لاتي لاس. ايمانويل لاتي لاس مهاجم نادي اتلانتا الايطالي، معار الى نادي سانت جالين السويسري، احد هدافي الدوري السويسري، واتعرض على مارسيل كولر، ومارسيل كولر ابدى موافقته انه الاهلي يجيب هذا اللاعب. نادي اتلانتا طالب اللي عايز يشيل 4 مليون دولار. سؤال، هل النادي الاهلي يخش يدفع 4 مليون دولار في اللاعب لاتي لاث؟ لعيب حكايه وروايه، يعني عشان برضو نبقى واضحين، انت مش رايح تجيب لعيب من الشارع، لا ده لعيب هيجي يطبع معاك ويشتغل والمكنة تطلع قماش. موليكا أحسن من موليكا، واحد من هدافي الدوري السويسري، كولر شافه وأنا بثق في رؤية كولر. كولر لما بيشوف حد كويس خلاص، والدليل الصفقات اللي جابها الأهلي مع كولر. كولر جاب مروان عطية، كولر جاب خالد عبد الفتاح. عايز أقول أن كابتن شوبير يزف بشرى سارة لكل جماهير النادي الاهلي فيما يخص صفقة امام عاشور. النادي الاهلي عرض امام عاشور وفقا لكلام شوبير على مارسيل كولر، وده الكلام ده انا قايله امبارح، قلت ان في جلسة هتتم بحضور لجنة التخطيط كابتن محمود الخطيب ولجنة او شركة الكورة كابتن حسام غالي والسيد مارسيل كولر عشان يحسموا موقف امام عاشور. الناس اللي بتقول امام وقع، هذا لم يحدث بعد. الاهلي فاوض، هذا لم يحدث بعد. سهل جدا اطلع اشتغل الناس واضحك على الناس واقول لهم امام عاشور وقع 4 سنين 5 سنين، سهل جدا. ولما يجي يحصل بعد كده اقول لك شفت باين لك من زمان، لكن انا بقول لك على اخر التطورات. مارسيل كولر اتعرض عليه بالزوم في جلسه زوم بحضور كل الاطراف امام عاشور. وليد الكارتي صعب نجيبه، كان رقم واحد بالنسبة له وليد الكارتي، صعب نجيبه. ايه رأيك في امام عاشور في ايدينا، نخش نخلص ولا لا؟ مارسيل كولر
أبلغ إدارة النادي الأهلي موافقته على ضم إمام عاشور. مين يكره يضم لاعب بحجم إمام عاشور؟ يتبقى إن النادي الأهلي يخوض المفاوضات اللي مش هتبقى سهلة. خلي بالك أنت داخل معاك بيراميدز في المفاوضات اللي هيفصل رغبة إمام عاشور، اللي هيفصل رغبة إمام عاشور، لأن بيراميدز هتحط قرش هيحط 10، هتحط 10 هيحط 100. فالأهلي حصل على موافقة مارسيل كولر لضم إمام عاشور كخطوة مبدئية للدخول في مفاوضات مع نادي ميتلاند الدنماركي. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل آرائكم وتعليقاتكم. شكرا لكم.